لا يعني لا لا لا، حرام عليكي، مش كل لا مش مش كله. كله، بس معظم الستات يعني. لا انا بس شخصيا ما بشوفش المطبات، دايما اللي بيكون جنبي دايما طاير في السماء. لا بس يعني مثلا تبقى راكبه مثلا مع سواق تاكسي، فمثلا حد يقف مثلا ويركن مثلا غلط ويعدل وبتاع، فيقولك اه ده اكيد واحده ست ومش عارف ايه، وفي الاخر ممكن يطلع راجل طبعا في رجاله فيتكسف من كتير. نفسه. هي اه ست نفسها تطلع و راجل، هي شخصيه تطلع راجل، ست لا راجل. لا مش قصدي كده، قصدي لو راجل عمل كده مش هيقول مش اه ده هيعلم. راجل ما بيعرفش يسوق، لا عادي هيعتبر انه ده عادي حاجه عاديه، ومش هيتريق عليه ولا هيشتمه ولا هيبرطم عليه. بس صح لو واحده حقيقة ست حقيقة، اكيد هيعمل تعليق صح سخيف. صح عادي. طب ده ليه؟ اشمعنى احنا؟ صحيح السواقة فعلا محور. بتبقى صعبة. طب انت عبد ايه رايك في الموضوع ده؟ انت هل شايف ان الستات فعلا بيتم عليهم عنصرية، ولا انت مش شاغل بالك مش بحاجة؟ بس الله في الرحمن السواقة، الرحيم. انا الستات اكيد في، انا يعني انا ما سافرتش بره ولا حاجة، بس اكيد في المجتمعات العربية، او انا ما سافرتش يعني ما طلعتش بره مصر، بس في مصر الحقيقة الستات يعني بجد بصراحة احلى. بس غير كده انا بتكلم دلوقتي مثلا الست مهما عملت دايما المجتمع بيهاجمها. يعني لو اتجوزت مثلا واحده كانت بتحب دي كانت مصاحبه مش عارف مين كام سنه وايه، لو مش عارفه اتطلقت دي مطلقه يا عم اكيد معيوبه اكيد فيها حاجه غلط، او لو حد تاني عايز يتقدم لها لا اهله يقولوا لا دي مطلقه ما تنفعش، لو مش عارفه هي مستقله بذاتها وامراه عامله وقويه ومحترمه وكل حاجه وعايزه تسكن لوحدها مش عايزه تسكن مع اهلها وهي عندها مثلا 30 او 5، حقها ان هي يعني يبقى عندها بيتها وتعيش لوحدها، لا دي اكيد مش محترمه ازاي واحده تقعد لوحدها ومش عارف ايه، مطلوب منها تقعد في بيت اهلها لحد ما يبقى عندها 60 سنه تقف ما اتجوزتش. مش لازم كل الناس تتجوز اصلا يعني، يعني صحيح. ما فيش لا حاجه. ده موجود حقيقة في المجتمع يعني بتاعنا، بس مفروض ان الواحد يعالج نفسه بنفسه، لانه مش هتقدر تغير في الواقع يعني، ده واقع الحياة، بس لازم انك تعيش الحياة زي ما هي وما تشوفش الحاجات انتي نظرتك يعني صار الست دي، ايجابية. الست دي لا جميلة أوي، مش بتقول كلام هنعمل ايه، جميل لازم نحاول والله، الناس نغير. مثالية لا جدا نحاول والله. نغير طب ما تيجي على بال ما وجهة يتغير نظر لازم الناس نعيش حياة لصالح طبيعية. الإنسان طيب والله. طب بص نقول لك على حاجة، احنا تضامنا من هؤلاء الشباب السمر السمر مع هن المرأة. تسمحين